عارف رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ حد عارف؟ طب انا اقول لكم، جنيه وربع. جنيه وربع. اصل في ناس ما تحبش تتكلم، يعني في ناس ما تحبش تتكلم. ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ هو عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام. ابو شيلين ده بيكلف جنيه وربع، بعد ما كانت الدوله بتحط 20 30 مليار جنيه دعم للخبز، بقى دلوقتي 120 130 مليار. مش كده يا دكتور معيد؟ الرغيف ده ابو خمسه سغده ثمنه جنيه وربع، بيكلفني 130 مليار جنيه دعم. يبقى لما اجي اقول عندي فرصه ان انا ازود بدوره 20% منه، الاقي حد ما يقفش جنب مننا ويقول لك لا؟ طب انا موافق، انا موافق، بس انت النهارده مش عايز تيجي تمس حاجه الغلبان، فعايز تساعد من غير ما تاذيه. لكن طب ما هو ممكن النهارده الرغيف ده لو ب 3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه في ناس تقدر تشتريه، بس كل الناس تقدر تشتري؟ مش كل الناس تقدر تشتري كده. فلازم نكون متفاهمين، لان الدوله في النهايه موازنه، هي طاقتها الماليه كده.